النهارده عارف امكانيات لعيبته وامكانياته يقدر يقف في التحدي ده ولا لا. وانا بقول لك وبعيدها تاني انهم من اقوى الفرق اللي موجودين في افريقيا، بيلعبوا فعلا برازيل افريقيا، بيلعبوا كوره مريحه حتى، لانك انت بتتفرج عليهم تقول ايه السهوله اللي هم فيها دي، ايه التحركات اللي هم شايفينها. انما لما بتلعب مع فرق نفس المستوى، نفس القوه، نفس المبادئ، نفس الشكل، فرقه زي النادي الاهلي 8 بطولات، هم بطوله واحده، من حقهم ان هم يكون عندهم شكل ان هم يكونوا تواجد في تاني نسخ. انما سمه البطل دايما بيبقى له حاجات كتير قوي، زي ما انا بقول لك مجهود بيتبذل وانت بتلعب بنص فرقتك كمان مش موجوده. طبعا انا مش عايز اقول لك على الاسماء اللي هي مش موجوده النهارده في الملعب، انما انت لما انا هديك مثل واحد بس بهذا الرجل اللي اسمه فايلر، اللي كل شويه يقول لك ايه احنا بقى النهارده هنشوف فايلر هيعمل ايه في افريقيا. ما هو ده بقى التحدي، الاختبار الحقيقي، الاختبار الحقيقي الحقيقي عارف انت بتعطش الحقيقي الاختبار الحقيقي لفايلر. خلاص بقى يعني سيبونا من كل واحد يقول لك طب لا لما يشيل الكاس ان شاء الله، لما ياخد ده هنفضل في البتاع ده، مش لاقيين حاجه يسخنوا الدنيا فيها على الراجل، او يشوفوا يعني بص يشوفوا لك تغييره مش عاجباهم هم مثلا، لازم تبقى على دماغهم هم. فرقه حط فرقه لازم تبقى على شكل هم بيتمنوا كذا. كل مصر قالت لك لازم يلعب ببادجي النهارده، صح؟ مظبوط. كل الدنيا ان الناس بقى تفهم يعني ايه ملعب في جنوب افريقيا، الشمس الاكسجين فيه والشمس. حتى اللعيبه بتاعت سان داونز النهارده تحس انها جت على فتره من الفترات اتأثروا نقص الاكسجين ده بيخش على دماغك على طول، انك تفكر بتفكر ببطء، انك تنفذ بتنفذ في ديلي شويه، بيبقى في اللعب عملوا مجهود كبير على فكره كله. انت عملت انت يمكن مش مطلوب منك غير انك تطلع كره بره، ده في لقطه جت في